ومستمرين ضمن صباحنا لليوم وضمن فقرتنا الثانية لليوم أيضا حنضل بالمجال الطبي. ليلى، كثير بيعاني بعض الأشخاص ويمكن نحن منهم في بعض الأوقات بصير عنا مشاكل جسدية غير معروف المنشأ وشو هي سببها. أحيانا بتشوفي أنه أنت سبب صار معك صداع، أو في أشخاص بيقول لك أنا فورا بصدع، أنا فورا بصير عندي وجع بالأطراف، بصير عندي مغص كثير قوي، حالات إقياء. وأحيانا ممكن تكبر هي القصة وتوصل للشلل، فما بنعرف إذا هذا الشلل حيكون حقيقي أو وهمي. اليوم ضمن فقرتنا النفسية حنحكي عن المشاكل الجسدية اللي بيكون منشأ نفسي. طبعا تفاصيل كثير مهمة، الأعراض، الأسباب ورحلة العلاج. اليوم مع ضيفنا الدكتور أنس دالي، أخصائي في الطب النفسي. سعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم يا أهلا وسهلا فيكم. صباحك دكتور. يا أهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي بداية عن هاي الأعراض، الأعراض الطب النفسي. تماما، هو دائما يعني نحن عندنا دائما اعراض النفسيه دائما تاخذ منحى خصوصي شوي، يعني نحن دائما اضطرابات النفسيه مرتبطه باعراض مثلا مزاج، اعراض متعلقه بالذاكره، بالتشتت، بالانتباه. تعودنا دائما على وصف الاعراض النفسيه بالشكل، ولكن في كثير من الحالات النفسيه بتعطي اعراض الصوره السريه تبعها هي اعراض عضويه بحته، وهي صارت يعني تصنيف خاص وتصنيف مستقل ظهر بتصنيف الاضطرابات النفسيه تحت اسم شيء بنسميه الطب النفسي الجسدي. معنى اعراض جسديه تنتج من منشا نفسي. كل الاستقصاءات وكل الفحوصات التي تتم بعد ظهور هي الاعراض وهي اعراض حقيقيه تكون يعني تنفي كل شيء، تنفي كل شيء، مثلا صداع مزمن، صداع مستمر، تشنج، حزمه عضليه، احيانا التقلص بيكون كامل، مثلا تخشب يد بشكل مستمر، احيانا ممكن توصل مثل ما تفضلت بالمقدمه لدرجه الشلل. احيانا ممكن يكون وهمي دكتور هذا الشلل او نفسي يعني تماما يعني بيكون احساس او حقيقه لا لا هو عرض موجود حقيقه، الشخص ما عم بيدعي، مو بس مجرد احساس، هو عمليا صار في شلل بالطرف، ولكن عند فحص الاجراء الفحص العصبي ما في شيء، اجراء الصور سلامه تامه بالمطلق. تمام، له تفسيراته، طبعا تفسيراته كثير متشعبه، لكن يعني دائما اللي بتروح فيها التفسيرات اكثر لخلينا نقول بعض الجوانب البيولوجيه. يعني في فرضيه بيولوجيه بتقول انه تكوين الجسماني او تكوين الدماغ بيكون منذ الولاده في يعني مرسوم بحدود معينه، مثلا بعض المناطق التشريحيه الدماغيه المسؤوله عن الاحساس، المسؤوله عن الحركه، بتكون ربما ببنيه اقل من يعني الاشخاص الاسوياء. ايضا الاشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسيه بالاساس يعني مثل الاكتئاب، مثل القلق، بعض سمات الشخصيه اللي بيكون عندهم نوع من التجنب للخوض بالصراعات، بمواجهه المواقف، هن يعني اكثر عرضه ليطوروا هي الحاله. هلا في شيء اسمه نظريات علم النفس، اذا بعدنا شوي عن الطب، هي شيء مسمينه النظريه التحليليه. هي النظريه التحليليه بتقول انه هذا الشخص منذ الطفوله عنده صراعات معينه، دائما هي نظريه فرويد، عالم النفس الشهير فرويد. كبت. تماما، الكبد تماما، انه في صراعات معينه خلال نشاه الطفل، خلال وجوده ضمن اسرته، اذا كان مثلا في نوع من القمع، في نوع من خلينا نقول صراعات، دائما بيئه محافظه بمعنى انه تمنع 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 المواجهه، تمنع النقاش، في فرض حمايه زائده، في يعني في نوع من عدم مواجهه الصراعات. يعني هي الاعراض الجسديه باختصار الجهاز النفسي يعبر عنها بشكل اعراض جسديه ولا يعبر عنها بشكل اعراض نفسيه، لانه حتى في بعض البيئات فكره المرض النفسي او فكره بسبب الوصمه النفسيه، فكره الاضطراب النفسي هي فكره محرمه او فكره معيبه او ليش فكره. دكتور اليوم ليش ما في تقبل من المجتمع لهي الفكره؟ دائما نحن عندنا رفض ومنخبي اليوم نحن اي اضطراب او نحن ممكن بحاجه لزياره طبيب نفسي، هي بالنهايه ثقافه يعني. تماما، هي ثقافه بالتاكيد، الوضع افضل حاليا، ولكن هي طبعا تاريخيا مرتبطه بفكره الطب النفسي ومفهوم الطب النفسي، فكره المرض النفسي او الاضطراب النفسي. يعني منذ التاريخ بالبدايه كانت مرتبطه دائما بكلمه الجنون أو كلمة الأرواح الشريرة أو كلمة العقاب الإلهي أحياناً، هي عبر التاريخ، وهذا المفهوم شوي شوي زال. هلا لحد الآن أكيد الوصمة موجودة، أكيد الوصمة موجودة، الوصمة حتى من أكثر من جانب، ما لا من جانب واحد. أحياناً الوصمة مو من الاضطراب، الوصمة من فكرة العلاج النفسي، إما إنه ما في ثقة، وإما إنه اعتبار العلاجات النفسية وتحديداً الدوائية هي نوع من الأدوية المهدئة المدمنة اللي بخاف الواحد اليوم أنا تعود عليها. تماما، او احيانا بيقولوا المخربه للدماغ، احيانا ربما يعني بيعتمدوا على حالات مشاهده من المحيط بانه شخص تناول ادويه نفسيه ولكن حالته سائت اكثر، او يعني مقاربه الموضوع هون لازم تكون تفصيليه اكثر، شو الحاله الاساسيه، شو متابعه المريض للعلاج، هل الدواء مناسب او غير مناسب. فدائما فكره الوصمه النفسيه هي فكره موجوده، وهي احد اسباب مثل ما ذكرنا يعني بالبيئات اللي فكره الاضطراب النفسي محرمه فيها، فخلينا نقول الجهاز النفسي بيحاول يطلعها بصيغه اكثر قبولا، اكثر قبولا. دائما فكره يعني فكره حتى كثير من يعني العائلات بالمجتمع، يعني كما يقال الف كلمه شلل ولا كلمه اضطراب نفسي مثلا، يعني
يعني هاي هالدرجه شلل ما له شيء معيب، يعني هو شيء خطير ولكن ما له شيء معيب، ولكن انه الجسم بيطلعها بشكل اعراض عضويه. هلا سمه هي الاعراض العضويه، يعني هل الشلل يعني هو شلل مستمر مثل الشلل الطبيعي مثلا؟ هو لازم نحكي عن الشلل، لا، هي اول شيء نحن بتكون نفينا الاسباب العضويه، ثانيا بنلاحظ انه حاله نوبيه، يعني هي شيء بيشتد ممكن يتراجع، يعني هذا الشلل ما له انه مزمن او مستمر او بيبقى عبر السنوات، لا، هو حاله نوبيه ممكن تظهر مثلا نص ساعه وبيكون شلل حقيقي مو تمثيل، ممكن يرجع يتلاشى، ممكن يرجع يظهر، وغالبا المحرض له بعض المواقف، المواقف الضاغطه المؤثره بتظهر هي الحاله. كثير من الحالات حتى المتنوعه، مثلا حالات صمم او حالات عمى، ممكن يصير عمى بشكل حقيقي فعلا، الشخص ما عم بيمثل، وهون الخلط بيصير كانه هي عم تشتد وتزول، ما حدا بيقتنع مثلا انه كيف عرض صارخ مثلا مثل صمم او عمى او شلل، خصوصا اذا كان العرض كبير عم بيشتد ويروح، معناته في شيء مو منطقي، في شيء من التمثيل، في شيء من الكذب او بغرض مثلا اكتساب شيء معين. فدائما يعني هو هذا الاضطراب نوع من الاضطرابات اللي فعلا له خصوصيه، يسمى كان حتى يسمى سابقا، هلا ما كان سابقا يسمى الاضطراب التحويلي، بمعنى تحولت الحاله النفسيه صحيح لاعراض جسديه. طيب دكتور، اليوم عم نحكي عن مرض او خلينا نقول اضطراب هو غير معروف طبيا، يعني مثل ما ذكرنا اليوم انا اي معاناه ممكن اشعر فيها او اي حدا بيروح، نحن سريريا ما عندنا شيء، عندنا المنشا النفسي. هل اليوم عم بيكون المنشا النفسي لكل هدول الاعراض، او انا كل ما بعاني من شغله ممكن يكون المنشا النفسي مختلف عن الاخر؟ هلا نحن اذا بدنا نحكي عن الترابط بين الحالات النفسيه والجسديه، هو الترابط بصراحه لا حصر له. لسبب، اولا الاعراض النفسيه كاعراض نفسيه صارخه اكتئاب، قلق، فصام الى اخره، وسواس قهري، كلها هي الاعراض الى منشا عضوي بالتفسير، يعني في مواد كيميائيه بالدماغ، في بنى تشريحيه مسؤوله، الجانب النفسي ما له مفصول عن الطب، يعني هو له اسباب طبيه، هي وحده. طيب نحن حتى عندنا كثير من الاعراض، يعني مثل ما ذكرنا انه في اضطراب نفسي اعراض جسديه، نحن عندنا كمان اضطرابات جسديه واضحه وصريحه، العرض الاساسي فيها او العرض الاول خلينا نقول عرض نفسي، مثل مثلا داء باركنسون. داء باركنسون اطباء العصبي بيعرفوا انه الصوره السريريه بينبهوا اول ما يظهر، قبل ما تظهر حاله الرجفان، هو داء الرجفان بسموه، هو حاله اكتئاب شديده، هي جزء من الـ من الـ من الاضطراب، مو انه صار اكتئاب لانه صار عنده باركنسون، لا، الصوره السريريه بالبدايه هو عنده اكتئاب. ايضا كمان واحده من الامور المشتركه، كثير من الاضطرابات النفسيه بيكون في جزء منها من اعراض الاساسيه، هون مو اعراض تحويليه انه تحولت اعراض جسديه، مثلا نحن بنلاحظ عن اضطراب الاكتئاب جزء من الاساسي من الحاله السريريه تبعه هي حاله التعب المزمن، حاله يعني نتيجه فقدان الدافع، هون حاله تعب سريع، حاله ارهاق عام، حاله خلينا نقول وهن عام، يعني في نوع من حاله مسيطره. فالرابط بين الحالة الجسدية والحالة النفسية هي بصراحة ارتباط وثيق، يعني هي مو بس مرتبطة بهي الحالة اللي ذكرنا عنها، دائما نحن بدنا نعتبره نوع من التقييم الطبي الكامل. وحتى مشان هيك دائما التشخيص النفسي ما بيكتمل غير باستقصاءات عضوية بصراحة. اليوم في تشاركية اكيد اليوم حكيم بينكم وبين المختص الطبي، يعني تمام. نحن مثلا اول سؤال بنحاول نتقصى عنه مثلا بحالات الاكتئاب، قبل ما نعاملها على انه حالة اكتئاب صرفة، هو مثلا وجود قصور درق. قصور الدرق بيعطي حالة اكتئابية سريرية، فأنا مو يعني غلط أني أنا أمشي بعلاج حالة نفسية والمنشأ عضوي، تدبير الحالة العضوية، هون اختلف العلاج، تدبير الحالة العضوية لحاله ممكن يخلي أعراض الاكتئابية أنه تزول. فالترابط بصراحة ترابط وثيق كتير، ودائما لحتى نحن نصل لتشخيص، ودائما السؤال ان التشخيص سهل، لا هو ما له سهل، ولكن التشخيص لحتى يتم بشكل صحيح ودقيق لابد انه يكون متكامل. طب دكتور خلينا نحكي شوي عن الشكايات النفسيه، ايمتى الواحد بيحس حاله انه هو بغض النظر عن الاعراض الجسديه هو انا بحاجه يروح لعند طبيب نفسي؟ هلا دائما الشكايات النفسيه عموما بالعموم هي شكايات اي شخص ممكن يتعرض لها باليوم الطبيعي بعد موقف ضاغط، كلنا بحاجه خصوصا مثلا اذا كان تماما، يعني مثل هالفتره مثلا هي فتره ضاغطه على الجميع، دائما الظروف دائما هي عباره عن ستريس مستمر. هلا نحن دائما خلينا نقول الحد التقريبي لحتى نقول نحن بحائز دخلنا بشيء ما هو طبيعي او شيء مرضي، هو يعني الشده والاستمراريه، والاهم منها التعطل، يعني بلشت هي الاعراض، انا ممكن بيوم يكون مزاجي منخفض، ممكن انا بيوم يصير عندي خلينا نقول حاله استثاريه بالمزاج، تعصيب تماماً. ممكن يكون حاله عدم رغبه او فقدان شغف، ولكن هي اذا استمرت اولا الشده عم تزيد، ما عم لاحظ انه عم تتراجع، لا، مع الايام عم تزيد، وبل بدات تاثر على يعني حالتي الاكاديميه او حالتي المهنيه، يعني بلشت انا
تأخر مثلا عن دوامي، بلشت ما أدي الأداء المضبوط بدوامي، بلشت مثلا في إهمال للواجبات الأسرية، ممكن النوم كثير له علاقة أو بيكون نوع من هي تعتبر نوع تماما، هي عرض يعني عرض، هو زيادة مثلا في ساعات النوم هو عرض أساسي، ولكن هو دائما بيعبر عن حالة من عدم المواجهة، حالة من التعب المستمر. يعني وصلت أنا لمرحلة معناتها تعب شديد، وهي ملاحظة فعلا عند الاكتئابيين يلي بحس إنه أي جهد بسيط سواء بدني أو ذهني عم بيتعبه كتير 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 كتير، وممكن على فكرة يلجأ للراحة المزمنة، مو ساعات نوم، قد ما تكون ساعات نوم بمعنى نوم، في كتير أشخاص بيقولوا أنا بهرب من مشاكل أو ظروفي بالنوم، ممكن نتيجة انعدام الطاقة، يعني هو شخص بس عم بيبقى طريح السرير لساعات طويلة، ما بالضرورة يكون في نوم. وعلى فكرة حتى النوم إذا كان موجود بيكون نوم قلق وغير يعني مستقر. صحيح. طيب دكتور، هدول الأعراض اللي ذكرتها، وقت بيزورك أي شخص وعنده هدول الأعراض، وقدرت اليوم أنت تحلل مثل ما قلنا بالتشاركية مع الطبيب المختص إنه اليوم في عنا اضطراب، مشاكل جسدية، منشأة نفسي، خلينا نروح بخطة العلاج والتعامل كطبيب نفسي مع مريضك. تمام، بالتأكيد أنا هذا العرض الجسدي بالنهاية لازم أحدده مثل ما ذكرت، يعني مثل ما قلت أوجه الترابط كثيرة، ولكن إذا كنت عم بحكي عن الاضطراب التحويلي بحد ذاته اللي هو بيكون فيه أعراض جسدية بس بالصورة، ما عندي غير أعراض جسدية وما لقيت تفسير جسدي، هي دائما بنروح فيها لنوع من انواع العلاجات النفسيه، ما يعني ما المرخص لها العلاجات الدوائيه او ما في علاج دوائي ذاته، لا ابدا، هي بيصير تم التعامل معها على انه فعلا حاله نفسيه صرفه، اللجوء لبعض انماط العلاج النفسي بسموه العلاج النفسي الديناميكي، بيعلموا الشخص طريقه التفريغ الانفعالي، تفريغ المشاعر، لانه هي الحاله عم بتصير عند حاله وجود نوع من العجز او نوع من عدم القدره على المواجهه، فالجهاز النفسي بيتعطل عن انه يواجه، فبيحاول يظهر هي الاعراض. فهي بعض التقنيات المرتبطة بالعلاج النفسي، مسمي العلاج النفسي الديناميكي، اللي بيعلم الشخص على التفريغ الانفعالي بشكل مستمر، بيعلم الشخص دائما على منع الكبح أو الكبت أو تماما دائما تفريغ للمحيط، بيعلمه نوعا ما تنظيم المشاعر، مواجهة دائما نحن بنقول حكي معظم مشاكلنا هي موضوع الكبت اللي تماما. أنا برافق أشخاص كثير من الأطفال، هي تفسير أساسي لمعظم يعني الاضطرابات النفسية، وحتى مفهوم الكبت مو بس الشيء اللي أنا بقوم فيه بشكل واعي إنه أنا بمنعه إنه يظهر، أحيانا في كتير أمور أنا بكون نسيانة، وهي انكبتت بمعنى الكلمة، يعني من الطفولة ربما أنا عندي صراعات أنا هلأ ما بتذكرها، ولكن هي بوقتها انكبحت وصارت بالكبت، الكبت يعني حتى أمور ماني واعي لها أنا، ممكن تكون في صراعات أنا هلأ ما متذكرها وبتكون موجودة، وهي اللي عم يعني تساهم بظهور الأعراض النفسية. دكتور خلينا نقدم شوية نصايح من حضرتك للمشاهدين اللي عم يحضرونا اللي عندهم هيك حالات اكتئاب أو بتبلش عندهم، كيف ممكن يتداركوا هالأمور ليطلعوا من هاي الحالة؟ تمام، هلأ دائما بالبداية دائما يعني الاكتئاب غالبا ما بيجي بحالات نادرة، بيجي بشكل مفاجئ إنه بأعراض صارخة بين لحظة وتانية أو بين هاي بحالات محددة، غالبا الاكتئاب هو يعني ذو أثر تراكمي أو دائما مسير تراكمي. بيبدأ بأعراض خفيفة، ببلش التعطل، ببلش التعب، ببلش المزاج المضطرب على مستوى اليوم، ببلش مثلاً عدم الرغبة بالقيام بأي شيء، بتبلش بالنشاطات البسيطة، بعدين بتصل للنشاطات الأساسية المرتبطة بالعمل. فدائماً المشعر الأساسي عنا هي الأيام الأولى، أي شعور من هذا الشيء الواحد لا يستهتر فيه أو يعتبره إنه شيء ممكن يزول. هلأ إذا كانت الأعراض خفيفة بالبداية ممكن تجنب العلاج الدوائي فيه أو حتى العلاج النفسي ببعض التوصيات البسيطة، يعني مثلا ممكن الحفاظ على جهد بدني بشكل مستمر. في دائما حاجز نفسي عند الشخص ببداية الاكتئاب بيمنعه بأنه يقوم بأي نشاط، بمعنى أنه أنا مالي مزاج، ما عندي رغبة، ما عندي كذا، لا هو ينصح بفقط الواحد يخطو الخطوة الأولى، يخطو الخطوة الأولى، لا يسمح لحاله هي دارة التفكير إنه سيطر عليه، بس يحاول يبذل جهد بالخطوة الأولى، الخطوة الأولى حتكون مجهدة، لا إنه الشخص يحاول إنه يمارس نشاط معين، يحتك بالأصدقاء أو يحتك يعمل علاقات اجتماعية لو ما كان في رغبة. دائما بحالات المزاج بتلاقي الشخص عنده خلاص تحدث كامل بـ 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 بأي شيء، بأي نشاط اجتماعي، فلا لا يسلم حاله لهي الحالة أو لهي الدوامة بالبداية، خصوصا إذا كانت الأعراض خفيفة الشخص قادر إنه يتغلب بنشاط بدني مثل ما ذكرنا، ببعض النشاطات الترفيهية، وبوجود بيئة آمنة أو مساحة آمنة. أكيد حكيم، دائما الخطوة الأولى هي الأهم بحياتنا، وطالما نحن قادرين نختيافها قادرين نكفي. شكرا دكتور أنس دالي، أخصائي نفسي، لحضورك اليوم، وشكرا لكل المعلومات.